بمناسبة تخليد الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تم اليوم تدشين مقر منطقة أمن الرياض، وذلك تنفيذا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تستجيب للامتداد العمراني الجغرافي ولسكنة منطقة الرياض. وقد أحدثت هذه المنطقة تزامنا مع تخليق العمل في جميع مرافق الأمن الوطني، وكذلك من أجل توفير بنية تحتية وظروف مادية ملائمة ومناسبة التي تسمح لموظفي الأمن الوطني من أداء واجبهم في ظروف ملائمة. هذه المنطقة سوف تستجيب أيضا لتطلعات الساكنة وفق شروط الفعالية والسرعة والنجاعة المطلوبة. والمنطقة تحتوي على جميع مصالح الأمن من شرطة قضائية ودائرة جديدة ومصلحة لبطائق التعريف الوطنية ومصلحة إدارية، وكذلك فرقة للهيئة الحضرية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.